وقفت أحارب، أدافع، هنا ودعت أصدقائي وضعتهم تحت التراب وأنا أبكي على وطني. هنا كانت الحكاية، سيناريو 13 شهراً مضوا في سجن حلب المركزي، ولكن النصر حطم الأسوار وقتل الكفار. لمن أراد منا الاستسلام انتظروا منا الاستبسال، لمن أراد منا اليأس انتظروا منا البأس. انتظرونا فنحن قادمون، هكذا وعدا رجال الله رفاق السلاح ولم يطل الانتظار. كلنا رجال قائد، وروحنا في ذا القائد وفي ذا الوطن الغالي. خطة آدم كن على الأرض هزارة، انتو الأحبة والكون الصدارة. تحرر السجن وخرج الأبطال، جباههم كانت أعلى من الشمس، لحاهم الطويلة تحكي قصص الجوع والألم والصمود، أيديهم الخشنة تروي حكاية بندقية ومعارك طاحنة وشهداء لفوا بعلم الوطن. تحرر السجن وخرج الأبطال ليروا للعالم حكاية شعب لم يرضى الذل، حكاية شعب أبى إلا النصر. تحرر السجن وعاد الرجال الصناديد ليقبلوا جباه أمهات وأطفال وزوجات. هنا استقبلوا بالأرز، هنا كانت زغاريد الأمهات أقوى من رصاص الفرح. هنا كانت الحكاية. باسم شحالي، عنصر من عناصر الشرطة اللي كان موجودة بسجن حلب المركزي، التحقت فيه 23/7/2012. بعدين كان بالأول مهمتنا نحن مسؤولين عن سجناء الشرطة قوى أمن داخلي، مسؤولين كل شرطة مسؤول عن جناح من أجنحة السجناء. تحاصرنا أول فترة، بعد 4 شهور من التحقت السجن الحصار الأول، حصرنا 3 شهور بعدين، بس ما كان حصار، يعني كان قطع طريق، قطع أغذية عن السجن، ما في نزع بيت، ما في شيء، بس موجود كل شيء، موجود في أكل، موجود في غذاء، موجود للسجن وللسجناء وللشرطة. بعدين فك الحصار فترة 2 شهر، رجعنا تحاصرنا الحصار الثاني، هو كان الحصار الخانق، وفي عنا عناصر جيش كانت موجودة معنا مسؤولة عن النقاط الخارجية، حماية السجن مثل البناء الجديد، الباب الرئيسي، بناء الملحق، بناء السري والمدرسي. لما صارت تزيد عنا الإصابات صرنا نفضي، يعني بدل ما يكون أي جناح مسؤول عنه 2 عناصر شرطة مسؤول عنه 1، والثاني ينزل على الحفر أو على النقطة الثانية فيها نقص من العناصر. بداية الحصار أنا كنت مسؤول عن جناح بالطابق الثالث، وطبعا مسؤول عنه أنا بالليل، بالنهار في عنا طلاقيات مراقبة من الطوابق لبرا، فكنا نراقب بالنهار من الطلاقيات. و29/5
أنا كنت واقف على طلاقية بالطابق الثالث، شفنا أربعة ماشيين مسلحين ما ينتقلوا من بناء لبناء. ضربت عليهم وقعدت خمس دقائق، أجتنا قذيفة الدبابة من المكان اللي ضربت عليهم. صوبت أنا وزميلي اسمه كمان شرطي محمد عيسى من لاتخية، كانت إصابته أخطر من إصابتي بكتير. طبعا عندنا طبيب وحيد كان بالسجن، ما اختصاصه جراحة، اختصاصه داخلي، بس الظرف اللي عشناه خلاه يتعلم الجراحة من زميل ودكتور تاني من برا يعني على الهاتف. والحمد لله انه شفه زميلي، بس كان في عنده إصابة بليغة بعين. رفقاتنا اثنين كمان تانيين معنا كانوا بنهاية الجناح، وقت اللي تصابنا اجوا سعفونا اثنيناتهم. ضلت فترة إصابتي يومين او خمسة ايام، بعدين الحمد لله رجعنا على الشغل. بنهاية الإصابة هاي قررنا أنه نلغي الطلاقيات اللي موجودة بالبناء لأنه هدف ثابت. قررنا نطلع على النقاط الخارجية قدام السجن، على الباب الرئيسي أنا كنت قدام السجن، نطلع نوبات حراسي وبالهجوم. بعد يصير عندنا ضغط وهجوم كل العالم تطلع، كل العناصر تطلع لبرا. في اشتباك من الاشتباكات كان ضل عنا الاشتباك ثلاثة أيام، هي ثلاثة أيام عيد. هنون كانوا متأملين إنه العيد يصلوه عنا بالسجن، كانوا نسمعهم على مكبرات الصوت يقولوا نحن بدنا نجي نصلي العيد بالسجن. فكان اشتباك هذا أطول اشتباك، ثلاثة أيام بمعدل 30 ساعة. طبعا الأدوار يعني نتبدل الأدوار، إذا مو على الاشتباك نكون منزخر أو منجيب زخيرة من بناء تاني، لأنه أحد نقاط الاشتباك يصير من نقطتين أو نقطة، يصير ضغط عليها كبير. فالنقط التانية يكون عندهم أقل ضغط، فما عندهم استهلاك للزخيرة، نجيب من عندهم زخيرة. ففي عناصر تجي تنقل زخيرة، في عناصر تزخر، وفي عناصر تشتبك. في خوف، بس مو الخوف من اللي منشتبك معه، لأنه منعرف معدنه، هو أجمل من أنه نحن نخاف منه. نحن منخاف على بعضنا، يعني أنا بخاف على زميلي وزميلي بيخاف علي، هذا هو الخوف اللي يعني كنا نحس فيه. السر أنه منعرف أنه نحن على حق، وأكيد الحق بالأخير بده ينتصر. سنة وشهرين يعني كل الفصول مريت علينا، كان تلج وإن كان شوب وإن كان برد وإن كان، فبالتلج كانوا ينادونا أنه أنتوا بردتوا، وأنت حتى هنون يقولون أنتوا أبطال بس سلموا السجن، أنتوا أبطال. طلعوا خمسة خمسة باتجاهنا معكم نص ساعة. كنا من الكازي كانوا يقولون اتجهوا خمسة خمسة على الكازي وعليكم أمان. طبعا هنون ما عندهم أي جنس أمان اللي هنون بدهم إياه، فكنا دائما نرد عليهم نحن بالمكبر الصوت لعنا مسلح، سلم حالك نحن محاصرينك، وعمليا هن محاصريننا. نقول لهم نحن محاصرينك اتجاه السجن خمسة خمسة معكم نص ساعة. مر علي عيد الأم، ما أحسن نشوفها أو قل لها كل عام أنت بخير أو بوس إيدها، بس يمكن أنا كنت ما أشتغل هذا الشيء مشان سوريا اللي هي حيضني أمي وأم العالم كله. المقاتل رائد منيف حمود، تعقد في سجن حلب المركزي 9/4/2013. تم علينا حصار لمدة شهرين، الحصار الأول مستمر. تصوبت إصابة، فكوا عنا الحصار ورجعت لعملي. الحصار الثاني مستمر فترة طويلة، كنا كرفقات نجتمع ونشتغل نرتب أمور الشغل ونفرز بعضنا عن النقاط الخارجية ونعمل كأمائن متقدمة لنرصد المسلحين. عدد مجموعتي 15 واحد، استشهد 9 عناصر من 30 واحد، من أصل 30 واحد. بعد انجرح عالم، وفي أنه بالسجن كمان استشهد معي
زملاء. كان الطيران مش لحنا ما ظلت. نجيب الأكل نسحب البراميل ونقسم يعني على الكل بالتساوي. صار هالصمود لحماية الوطن وترابها الوطن وصمدنا وقيتنا. بعد ما قطعونا المي بشكل عام تمت انقطاع شهر من المي. عنا بير ارتوازي، في مجموعة من العناصر حفرت في البئر وترجنا المياه. كان يطلع لك كل واحد قنينة مي كل يوم. أحد المعارك تم هجوم الساعة 4 الصباح بعربي مصفحة BMP، تم دخولها من جهة باب الرئيسي باتجاه المبنى الجديد. تم التعامل معه بكمين متقدم من جهة العناصر في الكمين، وصار اشتباك. استمر الاشتباك بعد ما انفجرت العربي. تم اشتباك حوالي 5 ساعات، وتم التعامل مع المسلحين. أنا دوري كنت رئيس المجموعة المسلحة. تنتقل من قطاع لقطاع باتجاهنا، وتم قتل عدد كبير من المسلحين. صار علينا هجوم من جهة البناء الجديد، فاتوا علينا 5 انتحاريين ومعهم قناصات. انتشروا مقابلنا على السور. طلعنا نحن كل واحد عن قطو وصرنا نتعامل معه. فأنا قدمت لعند رفيق من رفقاتي كان متصور بجرو، جيت لأسحبه وتصورت طلق ناري. قعدت بالأرض. تم الاشتباك مستمر، يضرب علي أنا أضرب عليه، كل ما أضرب عليه يشلح قنبلي ويشلح علي. تصورت بشظايا قنبلي ظهري. تمت شغلة 3 ساعات. وكان زملائي حد مني ما يغطولي من شان انسحب لعنده. يضربوا يغطولي، ما قدرت انسحب لعنده. جاي زميلي عادين، زميلي تبريك الصالح جا غطالي من جهة، حملني وسحبني للجهة الثانية لعند رفقاتي. هو ما يسحبني علقت اجري في قطعة من الحديد، شلحني من اجري وشلحني الجراب ورد حملني وقطعنا للجهة الثانية لعند رفقاتنا. اخذوني على المستوصف وصاروا يعالجوني علاج. تمت شهرين ونص بعد ما طبت من الإصابة. رجعت قتلت مع رفقاتي. طابت ملازم إيهاب، كانت علاقتي أنا وياه كبيرة كتير من جهة كل شيء، يعني ننام سوا ناكل سوا، وكان هو مسؤول عنا يعني عن نقطة الحراسة وكل شيء. هو كان كنا نمزح أنا وياه الخول، يعني نمزح مع بعض. بكرة بيخلص الحصار ومننزل، والله كريم. استشهد بطلق ناري قناصة تبعيد عنه حوالي 50 متر. يا قادما إلى سوريا اخلع عليك قبل أن تسير، فترابها جبل بسواعد أبطالها، فهم رجال الله، رجال العهد، رجال الوفاء، رجال الجيش العربي السوري.